شدد استشاري الاقتصاد وتقييم الأصول وإعادة الهيكل سامح الشريف على أهمية إزالة معوقات الاستثمار. وأشار شريف إلى أن الجلسات شهدت مناقشة وقف التضارب بين جهات الاختصاص وجهات الولاية وبحث التيسيرات بشأن المصانع المتعثرة. أبرز المقترحات كانت إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وقف التضارب بين جهات الاختصاص وجهات الولاية في مع المستثمرين، سواء كان مستثمر صغير أو مستثمر محلي أو مستثمر أجنبي. كنا اتكلمنا برضو في بعض القرارات التيسيرية مع البنوك عشان خاطر المشاكل الشركات والمصانع المتعثرة